Some people live to eat, drink, or earn money. Others live to achieve success, to be famous. But only few people live to give. Exactly like your vital organs. When they get more blood, they give you more and more. What about you? Which organ are you? You have many vital organs, but you yourself can be a vital organ for the whole world. Can you? An initiative, small job, co-pilot, not as famous as DNA, but the job not to be done except for him, the RDNA primer. لأسرة فقيرة ولد طفل أسود أتم تعليمه الثانوي، حلم كثيرا بدراسة الطب، إلا أن الظروف الاقتصادية كان لها رأي آخر، تبخرت معها أحلامه في الالتحاق بالجامعة. لم ييأس ولم يمل. بدأ فيفيان توماس حياته فنيا في معمل أبحاث أحد أكبر أطباء الجراحة آنذاك، الدكتور ألفرد بلالوك. كان عمله يختص في المقام الأول بتهيئة الحيوانات قبيل إخضاعها لجراحات بلالوك التجريبية، إلا أنه وبمرور الوقت أصبح يباشر تلك الجراحات بنفسه. أثناء ذلك اكتشف معا الكثير من النظريات التي تفسر أسباب النزيف وتأثير فقدان البلازما كأحد مسببات النزيف. اشتهر في مجال البحث الطبي، واستدعي الدكتور بلالوك للعمل في أكبر الصروح التعليمية آنذاك، جامعة جونز هوبكنز الواقعة في مقاطعة بولتيمور. إلا أنه أصر أن يرافقه ذلك الشاب الأسود فيفيان تيودور توماس للعمل معه في الجامعة. كانت هذه الحادثة نقطة فارقة في تاريخ فيفيان توماس الذي لم يكن قد التحق بعد بأي من الجامعات لدراسة الطب، إضافة إلى أنه بذلك يكون أول شاب أسود من أصول إفريقية يرتدي معطفاً أبيضاً في مركز أبحاث جامعة هوبكنز الأمريكية. أما عن إنجازاته فمتلازمة الطفل الأزرق أو كما تعرف برباعية فالو. هكذا بدأت المشكلة، حيث لاحظت إحدى الطبيبات المتخصصات في جراحات الأطفال حديث الولادة وهي الدكتور هيلين تاوسينغ زيادة عدد الوفيات بتلك المتلازمة بعيد الولادة بقليل، وكانت ترى أن الحل يكمن في إعادة توصيل الشرايين بطريقة أخرى، ولكنها لم تصل لآلية لفعل ذلك وما إذا كان ذلك ممكنا فعلا أم لا. وفي العام 1934 عرضت المشكلة على كل من ألفرد بلالوك وفيفيان توماس، حينها أدرك أن الحل ممكن. بدأ توماس على الفور تجاربه على الكلاب، حيث خلق حالة مشابهة لرباعية فالو، ومن ثم أجرى لها الجراحة التصحيحية وتوجت العملية بنجاح. ولأنه لم يحصل بعد على الشهادة الجامعية فقد كان من غير المسموح له بإجراء الجراحات للأطفال. لم ييأس بل اتخذ من الأمل والمثابرة عنوانا، أقنع بلالوك بجدوى الجراحة التصحيحية وأنها ربما تكون السبيل الوحيد للإبقاء على حياة الملايين من الأطفال. وبالفعل أجرى كل من بلالوك وتاوسينغ الجراحة وتوماس مساعدا لهما. كتب للعملية النجاح وسميت جراحة بلالوك تاوسينغ التصحيحية. ربما لم يعرف فيفيان توماس بالقدر الذي اشتهرت به جراحة بلالوك تاوسينغ التصحيحية والذي كان له الفضل الأكبر فيها، إلا أنه ترك بصمة لا تقدر بثمن، سيظل كل من عرفه يدين له بالوفاء لإنقاذ حياة الملايين من الأطفال. وفي الختام، لكي تخبز أحلامك
عليك أن تزرع الأمل وتطحن الفشل وتعجن اليأس، إنما العلم للتعلم، فلا تنتظر ثناء من أحد. وحدها شمس التاريخ ستسطع يوما لتكشف النور عن مآثرك. فيفيان توماس في حياته آثر العيش بعيدا عن الأضواء، إلا أن شمس التاريخ سطعت فأنصفت. فالنجاح لا يقاس بقدر ما اعتلاه المرء من المناصب أو تبوأه من مكانه، بل بقدر ما حققه من إنجازات في بحر الصعاب. سيظل التاريخ يذكر أنه سما فوق ما اعترضه من فقر وعنصرية وصعاب لإنقاذ حياة الملايين من الأطفال.